يا شام يا شام يا شام، قولي الحبايب نايوافونا، قرب يجي تشرين، خلي وحياة العمر ما حقني لولا نحن نطرنا وهني ما تجو يا شام يا شام يا الحر الطاير من فوق الشام نازل عبر ديلاقي رب الحمام عجناح لا سوريا حامل. صباح الخير، صباح جديد. رح نبدي برفقتكم مشاهدي الإخبارية السورية أكيد ضمن يوم جديد بكل تفاصيله وأنشطه. بصباحنا لليوم عناوين عديدة طبية أدبية وفنية رح تحملها فقرتنا لليوم برفقة أهل الاختصاص لحتى نضيف طبعا لحياتكم شيء جديد أكيد. أكيد نحن بنوجه تحيتنا لرجال الجيش العربي السوري المرابطين على جميع الجبهات، ومن جديد منصبح عليكم ونصبح على زميلتي ليا. يسعد صباحك ليا. يسعد صباحك يا زينب، وصباح الخير لكل المشاهدين. صباح جديد المشرق من قلب دمشق، بوصلة الحياة يلي بقيت بوابتها مفتوحة لزوارها ومحبيها برغم كل المصاعب. بصباحنا لليوم رح نتوقف عند أبرز وأحدث الأنشطة يلي عم تشهدها دمشق وكافة المحافظات السورية، فالحياة رح تبقى مستمرة طالما بواصلنا على الأرض عم يسطروا أروع البطولات بنصرهم وصمودهم. فصباح الخير لكل يلي عم يشاركنا صباحنا لليوم، ومشوارنا الصباحي ابتدى ولكن بعد الفاصل. بداية جولتنا المنوعة ليا عن خبر بهم كتير يمكن من الصبايا والشباب، هو عن الشوكولا، حيث أثبتت دراسات أحدث دراسات قالت أنه لكل محبي الشوكولا أنه هي ما كتير فيها أملاح، وأنه آخر الدراسات قالت أنه فيها نسبة 28 نوع من المواد الغذائية، حيث أكدت نتائج التحليل إلى أنه نسبة الملح بمعظمها تفوق ما هو مسموح به ما عدا الخبز، إلا أنه نسبة الملح زادت ببعض أنواع الشوكولا الساخنة بمقدار 16 ضعف. صحيح زينب، ولاحظ الخبراء أن جرعة من الشوكولا الساخنة بتأثر على صحة الإنسان أسوأ مما يأثر كيس من رقائق البطاطا أو التشيبس، فيما أثبت العلماء أنه كمية كبيرة من الملح تلحق ضرر بجسم الإنسان لأنه بتحتفظ بالسائل وبتأثر سلبا على عمل المفاصل. ولا يزال غالبية المستهلكين بيتناولوا كميات كبيرة من الملح من خلال المواد الغذائية يلي بيشترونا، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واضطرابات بالقلب والكلى والدماغ، كما يؤثر سلبا على صحتهم بشكل عام.
خبرنا الثاني من الهند، حيث أصدرت محكمة البلاد حكما يقضي بمنح 2 من أقدم وأطول وأكثر الأنهار شهرة في البلاد وضعا إنسانيا، وهو نهر كانغا ونهر يامونغا، ما أيضا يمكنهما من التمتع بجميع الحقوق والواجبات والالتزامات. وأي شخص يلوث أو يلحق الضرر بهما أو بروافدهما سيكون قد ارتكب فعلا أقرب إلى أيضا الإساءة، وبالتالي يمكن اتخاذ إجراءات قانونية وتحريك قضايا جنائية. ويعتبر غانا ويامونا من الأنهار الأكثر تبجيلا بالهند، وعينت المحكمة 2 من كبار المسؤولين في الدولة بصفتهم الوالدين القانونيين للنهرين، وأوكلت إليهما مهمة حراسته وحماية وصون روافده. وقد أحدث قرار المحكمة القاضي بإضفاء الطابع الإنساني على الأنهار ردود أفعال متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحب البعض بهذا الإجراء، فيما البعض الآخر كان ساخر ومنتقد لإله. هلأ خبرنا التالي من إيطاليا، حيث تصدر طبعا البلدان الأكثر صحة بالعالم وفق طبعا مؤشر بولمبرغ للصحة، وهالنسبة عتت ضمن 163 بلد. الطفل المولود بإيطاليا بيعيش عمر طويل يفوق 80 عاما، ويمثل أيضا واحدا للعقود، ويعتبر الإيطاليون في وضع صحي أفضل من الأمريكيين والبريطانيين الذين يعانون جميعا من ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول أيضا ومشاكل الصحة النفسية. وتم تصنيف كل بلد وفقا لعدة مؤشرات مثل متوسط العمر المتوقع وأسباب الوفاة والمخاطر الصحية التي تتراوح بين ارتفاع ضغط الدم والتدخين وصولا إلى سوء التغذية ووفرة المياه النظيفة وغيرها. وجاءت كل من إيسلندا وسويسرا وسنغافورة وأستراليا ضمن المراتب الخمس الأولى بالمؤشر للصحة العالمية. أكيد بكل يوم أحداث كتيرة بتدخل لحياتنا لتترك بصمة، وممكن تكون تاريخ أيضا بيتسجل عبر الزمن، فخلونا نتابع اليوم شو صار. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يغير مجرى التاريخ ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من العام 1970 طرد القوات البريطانية وإجلاء قواعدها في ليبيا، وذلك لأول مرة منذ دخولها البلاد بعد الحرب العالمية الثانية. في عام 1998 البرلمان السوداني يقر الدستور. وفي عام 2007 اكتشاف كوكب الدب الرابع. ومن أبرز الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من العام 1868 ماكسيم غوركي أديب روسي. وفي عام 1930 جيروم فريدمان عالم فيزياء أمريكي حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1990. أما أبرز الشخصيات التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 1881 موديست مورسورسكي موسيقي روسي. وفي عام 1976 علي أمين صحفي مصري ومؤسس جريدة أخبار اليوم. صباحنا لسه بأول، ويمكن سوا نشهد خلال ساعته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. هي خطوة وربما تجربة ممكن أيضا تخلدنا عبر التاريخ. مثل كل يوم خلونا سوا نقلب بصفحات مبدع حقق الخلود عبر إبداعه. من شخصية اليوم نتابع سوا. موديست بيتروفيتش موسوروسكي مؤلف موسيقي روسي، يعتبر أحد الموسيقيين الخمسة الروس الكبار المعروفين باسم جماعة الخمسة الذين أسسوا المدرسة القومية الروسية. ولد موديست في 21 من أذار عام 1809 بمقاطعة بوسكوف بروسيا لعائلة نبيلة وثرية. بدأ تلقي أول دروسه في البيانو في سن 6 على يد والدته التي كانت تتقن العزف عليه. وفي سن 10 سافر إلى مدينة سان بطرسبورغ ليتعلم بمدرسة القديس بيتر، وهناك بدأ دراسة البيانو بجانب مواده الدراسية الأخرى. في سن 12
نشر أول مقطوعاته الموسيقية. ظهر جلياً في أعماله تأثره بالتاريخ والفولكلور الروسي، وترك بعد وفاته العديد من المقطوعات غير المكتملة التي تعاهدها أصدقاؤه من الموسيقيين الذين عاصروه. كان من أبرزهم الموسيقار ريمسكي كورسكاكوف الذي أكمل العديد من أعماله لتخرج إلى النور بعد بضعة سنوات من وفاته. ومن أشهر أعماله مقطوعته الموسيقية ليلى على الجبل الأجرد وأوبرا بوريس غوندوف، وهي مسرحية شعرية لبوشكين وضع الموسيقى لها في عام 1869. ومن أكثر أعماله الإبداعية عرضاً هي معزوفة لوحات من المعرض، والتي يصف فيها اللوحات الفنية من خلال الموسيقى. توفي في 28 من آذار عام 1881. أقام اتحاد الكتاب العرب حفل إعلان نتائج جائزة دمشق للرواية العربية بمكتبة الأسد. تفاصيل رصدتها كاميرا الإخبارية السورية برفقة زميلتنا سالي شار. خلينا نتابع سوا. بعد مجموعة القصصية صباح الياسمين صباح الجردينية كان الطريق إلى كتاب دمشق حاء الحب راء الحرب. هي روايتي الثانية التي أنجزتها تحت وطأة الضرورة لكتابة سيرة الجرح السوري النازف منذ 6 سنوات، وأردت التعبير عن هذا الجرح ليس بما يتواتر في المدونة السردية السورية التي عنيت به، وإنما كما تقوله الحقيقة مهما كان قسوتها، ويجب قول الحقيقة عبر الفن ولا شيء سوى الإبداع للتعبير عنه. حقيقة هذا العام وهي جائزة تحدث للمرة الأولى من اتحاد الكتاب العرب، شاركت 25 رواية من 6 أقطار عربية كانت في مجموعها متميزة تغطي المشهد الثقافي السوري والعربي، وهي أيضا يعني يسعدني أن أقول أنها علاقة غائبة كانت بين وزارة الثقافة واتحاد الكتاب العرب، عملنا على ترميمها لأننا نؤمن تماما أن المشهد الثقافي السوري لا يمكن أن يكون لوزارة الثقافة لوحدها، لابد من تضافر جهات أخرى مثل اتحاد الكتاب العرب. نحن نكتب، نحن نناضل بالقلم بالحبر لنثبت ونؤكد أننا ما زلنا أقوياء، وأننا نكتب من أجل سوريا وشهداء سوريا ورفعة اسم سوريا. فالفعلا الجنود يدافعون بالبندقية ونحن سلاحنا الكلمة، فأن أخذ الجائزة من وطني الجريح في هذه الظروف فهذا يعني لي الكثير الكثير. أما هلأ حنرحب بالاستوديو بالأديبة السورية الدكتورة سلمى حداد من الفائزين بجائزة الرواية العربية، وهي حاصلة على الدكتوراه بالترجمة والنظريات من جامعة في بريطانيا، وأكيد فيها مؤلفات جامعية وغير جامعية في مجال نظرية الترجمة. أكيد بصيرنا نرحب بالدكتورة. أهلا وسهلا فيك دكتورة، ومبروك حصولك على المرتبة الثانية. خلينا نتعرف على الرواية أكثر، وخلينا نحكي شو مضمونها، وإن شاء الله ألف مبروك. أهلا وسهلا فيكم وشكرا لكم لمباركتكم اللطيفة. الرواية طبعا حصلت على المرتبة الثانية بالمشاركة باتحاد الكتاب العرب جائزة الرواية العربية. الرواية اسمها بسكينة ابنة الناطور. طبعا نحب نعرض الغلاف الرواية، هو سكينة ابنة الناطور صادرة عن دار الفارابي. طبعا رواية بس فينا نفرجيها هلا للكاميرا، هي خليها تاخده
سكينة ابنة الناطور. سكينة ابنة الناطور صادرة عن دار الفارابي عام 2014. نعم. فهي الرواية طبعا لها محاور متعددة، هي رواية اجتماعية بحتة لها محاور متعددة. أول محور هو المزج بين الأسطورة والحقيقة، وهي آلية تعتمدها البطلة سكينة للهروب من الواقع الأليم اللي هي ما عندها كان قدرة أنها تتحمله إلا عن طريق الهروب إلى أحضان الأسطورة. طبعا تعالج مشاكل اجتماعية كثيرة، منها الذكورة، مشكلة الذكورة، مشكلة الإنجاب عند المرأة والضغوط الاجتماعية التي يمارسها المجتمع على المرأة عندما ينظر إليها كرحم فقط للإنجاب. طبعا هذا لا يقلل على الإطلاق من دور الأمومة التي تمارسه المرأة، ولكن لا يلغي الأدوار الهامة الأخرى التي تقوم بها إلى جانب دور الأمومة. فغالبا للأسف المجتمع يركز عليها كرحم للإنجاب ولا يركز كثيرا على الأدوار الهامة الأخرى. يركز أيضا في أحد المحاور في هذه الرواية، يركز على المرأة الطموحة، المرأة الطموحة التي ينظر إلى طموحها بعين الريبة. فلما بتكون ناشئة في بيئة يعني ضيقة الأفق، فدائما ينظر إلى طموحها بعين الريبة، ودائما بيكون في أحد من أفراد العائلة يحاول أن يقيم حروب استباقية للحد من هذا الطموح، لأنه بيعتبر أنه هذا الطموح هو عبارة عن تهديد للأسرة ربما ولما يعتقد لمعتقداته الأسروية. طبعا الرواية كمان أحد محاورها الهامة هي الأم المتفانية، الأم التي تعمل، أنا كما أصفها أم سكينة، تعمل على الكهرباء والماء والطاقة الشمسية، ولما ما بتوفر لا الماء ولا الكهرباء ولا الطاقة الشمسية تعمل بدون أي نوع من أنواع الطاقة. فهي أم متفانية لأقصى الحدود، تعتني بأطفالها، تحافظ على عشها، تحافظ على فراخها بطريقة أمومية رائعة، وتعمل داخل البيت وخارجه لحتى تؤمن المعيشة الجيدة لأطفالها. طبعا أحد المحاور كمان المهمة في الرواية هي الغربة، مشكلة الغربة ومشكلة الشخص لما بيخرج خارج بلده بيضل حامل الوطن داخل بلده، فهذا الشيء بيسبب له ألم، بيسبب له بالنسبة لسكينة طبعا اضطرت في مرحلة متقدمة من الرواية للهجرة إلى باريس إلى فرنسا، فضلت بالنسبة إلى دمشق ساكنتها، ساكنة قلبها، ساكنة روحها، ساكنة وجدانها، وصارت في ظروف منعتها، طبعا ظروف أسرية منعتها من العودة إلى دمشق، فتوفيت وهي تهدس باسم دمشق، وعندها كان رغبة شديدة أن تدفن وتموت في دمشق. هاي أهم المحاور طبعا اللي يعني رواية بتعالج القضايا النسائية بامتياز، وخاصة يمكن بالسبع سنين اللي عم نمرق فيها أديل، المرأة السورية عملت بصمة وعلمت كتير، كان إلى دور مهم. خلينا نحكي كمان عن دور المتألفة معالجم ثقافية باللغتين العربية والإنجليزية، أدي مهم اليوم الخروج عن نمطية المعاجم التقليدية، تحكي لنا عنه. إيه هلأ طبعا أنا قبل ما أبدأ بتجميع هذه المعاجم أنا عملت عملية سبر للأسواق المعجمية في داخل سوريا وفي كتير أقطار عربية وفي أوروبا وفي أمريكا، فلاحظت غياب هذا النوع من المعاجم بشكل كبير، ولاحظت أنه لا يزال التركيز على المعجم النمطي العادي. فشعرت أنه ربما تكون فكرة جيدة أنه أنا أدخل هذا المجال، مع أنه مع إدراكي التام للصعوبات البالغة للقيام بهذا العمل، لأنه هذا العمل أنا بعتبره هذا عمل فريق، يعني المفروض أن يكون في فريق كبير تشاركية تماما، فريق كبير من المختصين على مستوى عالي شاركوا بهذا الموضوع، ولكن للأسف ما قدرت أحصل على هذا الفريق، فقررت أن أخوض المجال بنفسي. طبعا أنا كنت مدركة للصعوبات اللي رح تواجهني بهذا الموضوع، صعوبات هي بالغة، ولكن لما خضت المجال وجدت أن الصعوبات أكبر مما كنت أتوقع. العمل بياخد وقت وجهد وتفكير ويعني وبحث علمي وبحث عن مراجع ربما تكون نادرة في بعض الأحيان، يزدحم أحياناً ذهني في
آلاف المفردات بدقيقة واحدة، فهو عمل يعني فعلا شاق للغاية، ولكن لا يخلو من المتعة، المتعة الجميلة الشعوري أنه أنا أكتشف أشياء جديدة، لأنه طبعا الإنسان ما في حدا بيدعي أنه يعرف كل شيء. صحيح. فطبعا كل ما توغلت أكثر في هذه المعاجم أكتشف أنه في كتير أشياء أنا كانت تنقصني، وأشكر الله أني توجهت بهذا الاتجاه لحتى أسري طبعا تجربتي اللغوية وتجربتي الأكاديمية. فهي المعاجم هي عبارة عن معاجم ثقافية تعنى بالبعد الثقافي للغة، طبعا هي خارجة تماما عن المعاجم النمطية التي تعنى بالمعنى المعجم فقط للغة. يعني أي مفردة مثلا باللغة المعجم يعطينا المقابل لها، معناها بكلمة أو بأكثر من كلمة يشرح المفردة. طبعا أنا معاجمي ما أنا بهذا الإطار على الإطلاق، هي معاجم ثقافية تدرس كما ذكرت البعد الثقافي للغة ثم البعد اللغوي، يعني تعطي الأولوية، تسلط الضوء على البعد الثقافي للغة. فبالنسبة لهي المعاجم، إذا مثلا عطيت مثال بسيط للتوضيح للمشاهد ولحضرتكم يعني شو هي الأشياء الأساسية اللي تعتمد عليها هذه المعاجم، مثلا على سبيل المثال عندي متلازمة البوم والغراب مثلا على سبيل المثال. نحن بثقافتنا دائما البوم والغراب هن المتلازمين، لانه لهم ابعاد كثير سلبيه بمجتمعاتنا الشرقيه، يرمزوا طبعا للشؤم، نذير الشؤم الى اخره. هاي المتلازمه انا اكتشفت انه غير موجوده في ثقافات اخرى، فمثلا على الثقافه البريطانيه تنفك هذه المتلازمه، فيبقى الغراب هو نذير الشؤم، اما البوم فله معاني إيجابية جدا في الثقافة البريطانية. فأنا حاولت بهذه المعاجم أن أخلق سلم ثقافي أضع عليه يعني مفردات معينة ذات بعد ثقافي. مثلا عندي أماكن معينة بهذا السلم، تبدأ المفردة ببداية السلم، تنتهي مفردة أخرى بنهاية السلم. في عندي ثقافات مختلفة عم بعمل دراسات مقارنة عليها، وعم أوضع كل مفردة بمكانة بثقافة معينة، وأرجع بالثقافة الأخرى المقابلة أوضعها بمكان آخر لحتى أعمل هذا النوع من الدراسة المقارنة، أنه هل هي فعلا بهذه الثقافة تحمل نفس المعطيات الإيجابية أو السلبية أو الحيادية بالثقافة الأخرى. طبعا التركيز يتم بين الإنجليزية والعربية. نعم. فهذا هو باختصار يعني المعاجم اللي ما شاء الله دكتورة، من الرواية إلى المعاجم، ورح ننتقل هلأ إلى الشعر. يعني دكتورة سلمى إبداع مختصر، يمكن بامرأة سورية، فينا نشوف ديوان الشعر ونتعرف عليه أكثر؟ إيه هلأ الديوان الأخير للشعر، طبعا بالنسبة للرواية بعد سكينة ابنة الناطور عندي رواية أخرى صدرت كمان عن دار الفارابي، هي سأشرب قهوتي في البرازيل، هي كمان رواية أخرى. بالنسبة للشعر آخر ديوان إلي، أنا طبعا بكتب الشعر باللغة الإنجليزية والعربية، وحائزة في 2002 على شهادة تقدير من المكتبة الدولية للشعر في أمريكا للإنجاز الشعري المتميز، وفي 2003 على نفس الجائزة كمان حصلت من المكتبة الدولية للشعر في أمريكا للإنجاز الشعري. فبكتب باللغة العربية واللغة الإنجليزية. طبعا آخر ديوان إلي هو باللغة العربية، عنوانه أوشوش نفسي وأهرهر قلقي. طبعا يعني ديوان يتماهى مع الظروف الحالية، مع حالة القلق اللي يعيش الإنسان بشكل عام بكل العالم، وشكل خاص طبعا في وطننا الحبيب سوريا، حالة الخوف من المستقبل، حالة، فلذلك العنوان يشير إلى هاي الحالة النفسية اللي يعني فيها تجاذب بين اليأس والأمل، بين الخوف والشجاعة، بين يعني هي حالة تجاذب. ففضلت أنه سمي الديوان وشوش نفسي وأهرهر قلقي، هي نوع من أنواع المونولوج الداخلي اللي فينا نقول شيء بعد إذنك. طبعا طبعا. أكيد
أكيد هذا يمكن الدواوين اللي حضرتك أصدرتيها، هل هي متوفرة بالمكتبات؟ حدا بيقدر يحصل عليها كيف؟ متوفرة في المكتبات. أنا عندي طبعا دواوين باللغة الإنجليزية، عندي 3 دواوين باللغة الإنجليزية وعندي 5 دواوين باللغة العربية. وشوش نفسي وأهره القلقي هو الأخير، اللي قبل منه كان أحبك ولكنني. رح نسمع معك. قصيدة ما بعرف، هي شوي طويلة، الأفضل يمكن أنه نختار منها، اختار مقطع هيك صغير. وأطلقت عصافير البيان، هذه قطوف الصمت تبسط للريح ضلعة وتغفو على قارعة الظامئين في بلاد السراب خلف المدى. أينا طعن الريح في زمن الإعصار بأحلام الدراويش، صوتي النشاز أم رجع الصدى؟ قد غابت الشمس عن وعي الصيف حين قبلها الغيم بشفة الشتاء الثلجية، فتكسرت أجنحة البلاغة تحت قضبان الرمان، وربضت نسور المعاني فوق ركام المجازات المنسية. لففت بأكواز النور عناقيد البيان، وحررت بملقة الشعر حواجب اللغة الحجرية، وطرت مع النحل كي أصطاد أعسالي وأعتصر البديع من غمازة ريحانة جورية. جمعت المذكر سالما من نرجس الذكور، وفككت بنون النسوة وصايته المخفية، وصرفت ما منع من الصرف لعلة في البحور، وحررت خصلات الشعر من مشابكها الأزلية. جزمت الضمة إلى صدر العاشق الولهان، وحركت السكون في لغة العواطف الجليدية، ونصبت الكسرة خيمة في عيون الفراغ، ودفنت أقفاص النحو في مقابر التكبيل الجماعية. دعوت لجمع التكسير بعاجل الشفاء، وأرسلت لغرفة إنعاشه باقة ورود تجريدية، ورتقت الفتحة في سروال لا محل له من الإعراب، ونفيت الإثبات في عيون الحقيقة الاحتمالية. أعلنت عن رتابة ظرف المكان انشقاقي، وألحقت فيها خيبة ظروف الزمان الاعتباطية، وحرست إبط اللغة بشفرة من جنون، فاشتكتني اللغة في جميع المحافل الدولية. الله، يعني من حتى الأداء والكتابة واللمسة الأنثوية عم تظهر، والرقية عم تظهر بالشعر، فهذا الشيء كتير يمكن نحن بنفتقده يمكن هلأ بهي المرحلة، لأنه صار في استسهال يمكن أيضا بالكتابة. فقدي مهم هذا الشيء، وبنختم بمشاركاتك بالخارج طبعا اللي أنت كمان شاركتي فيها. هلأ أنا طبعا قمت بمشاركات في الإمارات العربية المتحدة، مشاركات طبعا في سوريا، آخر مشاركة لي كانت في مكتبة ركوي في لويفيل، في مدينة لويفيل الأمريكية. أقمت أمسيتين شعريتين في اللغة الإنجليزية وفي اللغة العربية. طبعا لي فعاليات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فعاليات شعرية، فعاليات يعني ثقافية، بشارك بمعظم الفعاليات. نعم دكتورة سلمى، نحن أكيد كتير فخورين فيك وكتير مبسوطين اليوم لأنك أضفتي لصباحنا راقي من الثقافة ونوع راقي من مثال المرأة السورية يلي يمكن مهمة بكل المجالات، بكل مجالات الحياة، وناجحة ورافعة رأس سوريا وكل السوريين. شكرا كتير لك دكتورة. شكرا لك. شكرا كتير لكم، شكرا للتلفزيون، وشكرا لاتحاد الكتاب العرب. شكرا أكيد لكم. وأنا بدي ضم صوتي للصوت ليا وأشكر يكون لك. نحن فعلا فخورين فيك، وأنه سوريا اللي عم تحاربها كل دول العالم عم تطلع نساء أديبات وعم تمثل وطنها كعين على وطنها بالخارج. فشكرا لوجودك معنا. شكرا. وإن شاء الله منستقبلك بأعمال ودواوين جديدة إن شاء الله. وشكرا كتير، وأنا اللي فخورة بكوني سورية. شكرا كتير. شكرا دكتورة. شكرا.
هلا مشاهدينا بدنا نروح لمحافظة حلب مع مبادرة الكلمة الطيبة بالأحياء الشرقية من المحافظة، وذلك بهدف المساهمة بإعادة التأهيل وبدء مرحلة إعادة الحياة لها بعد عودة الأمان على أيدي أبطال الجيش العربي السوري. كاميرا الإخبارية السورية رافقت منظمي المبادرة ورصدت الأجواء التالية مع مراسلنا أحمد صادق. بهدف إعادة التأهيل وبدء مرحلة ما بعد تطهير المناطق من التنظيمات الإرهابية، انطلق مشروع الحياة الطبية في عدد من الأحياء الشرقية لتأهيل الحجر والبشر وبناء ما دمره الإرهاب عبر ترميم المدارس والمساجد لإعادة دورها في بناء الإنسان. جيت أنا وخواتي ورفقاتي، هون جمعت رفقاتي وجاراتي وبلشنا فضل الله بالمدرسة اللواء، شوي 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 رفعناها من حجر، لميناها للرسم، رسمناها بالأخير الله وفقنا وجينا على الصناعة. وأنا قلت لك مو هدفي بس الصناعة، هدفي مشفى العيون والقلعة وحلب بالأكمل، منطقة الشرقية كلها، وبدعي كل أم أنا. المشروع يعني بالعموم نحن فكرته أو شعاره يدا بيد لإعمار حلب، التقينا كلمتين تعبر عنه، هي الحياة الطيبة. الحياة الطيبة كلمتين صغار بس مضمونهم كبير، بيعطيك صورة لما بعد هذا الشيء اللي صار في هاي الأحياء في هاي المدينة بفعل الإرهاب. نحن مجموعة تطوعية بالأساس تهتم بإعادة الإعمار في مدينة حلب وإعادة الحياة لما دمرته هاي الحرب. أعمار يعني بينقسم على جهتين، يعني أول شيء أعمار الحجر، وثاني شيء أعمار النفوس وأعمار الثقافي يلي تهدمت عند أهالي هاي المناطق. بجهود عدد من المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع الأهلي، يقوم مشروع الحياة الطيبة في المساهمة بإعادة الأعمار في مدينة الصمود حلب على يد أبنائها. هدفنا نحن نرجع نبني سوريا مثل قبل، وهدفنا كل الشباب يساعدوا فيها، ما مو بس يعني قسم يشتغل قسم، لا لازم نحن نكون ايد واحدة مشان نرجع حلب ونرجع سوريا مثل قبل واحلى ان شاء الله. نحن هون عم نشتغل على دار الايتام لحتى نرجعوا مثل قبل، وبتمنى انه من كل شخص، من كل شاب او بنت عندهم حب التطوع بانه يساعدوا باعمار حلب وسوريا باجمع، يحطوا ايدهم معنا لحتى نقدر نكمل هذا الشيء وهذا العمل لآخر إتمام. هلا حاليا عم نشتغل هون بدار الأيتام بمنطقة الإذاعة بحلب. هذا الدار صار له تقريبا 5 سنين موقف. هلا قررنا نحن كطلاب بدعم من عدة جهات إنه نتطوع لحتى نعيد تأهيل هذا الدار لحتى يرجع يستقبل الأيتام مرة تانية. كما يقوم المشروع بأنشطة ثقافية وتدريبية في الأحياء الشرقية من المدينة لتأهيل الأطفال فرسان الغد وتوظيف طاقات الشباب السوري المتطوع في أعمال ذات أثر كبير على المجتمع بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية واتحاد الطلبة في جامعة حلب ومتطوعين من أبناء الأحياء الشرقية ومؤسسات الدولة. هلا منتوقف بعالم الطب لحتى نسلط الضوء على ما يعرف بمرض العصر، آلام العمود القطني أو ما يعرف بآلام أسفل الظهر، واللي بتعتبر من الأمراض الأكثر شيوعا، لكن كثير منا ما يتم التداول بأنه طبعا المتقدمون بالعمر هم الأكثر إصابة فيها. واليوم رح نتعرف على مدى صحة هالأخبار وأيضا للإجابة أكثر عن أسئلتنا وكثير من التساؤلات على هالمرض، معنا الدكتور تمام رزق وهو اختصاص في مجال الجراحة العصبية. يسعد صباحك. سعد صباحك. الحمد لله على السلامة، بنعرف جاي من اللاذقية، وأهلا وسهلا فيك. يا رب.
اهلا وسهلا دكتور، يسعد صباحك. بالبدايه خلينا نتعرف عن الالام اللي بتصيبنا باسفل الظهر، عن الاخطاء اللي دائما بنتداولها مثل ما كنا عم نحكي من شوي، او يمكن هي صارت من جيل لجيل او من ام لبنت بتتنقل، او يعني تفاصيل يمكن هي غير صحيحه. خلينا نحكي عن التفاصيل، عن الالام المرافقه للعمود الفقري يلي بيكون عصبي او بيكون غير شيء. تماما. هلا العمود الفقري بيتالف من قسمين، قسم ثابت واللي هو العمود الظهري اللي هو موصول موجود بالمنطقه تبع القفص الصدري واللي ما فيها ليه عاده اي جهد او حمل لانه بالاساس غير متحرك ومربوط بالاضلاع وعظمه القص. في عندنا الجزئين اللي بيصير فيه مشاكل هو العمود الرقبي واكثر شيء بين الفقرتين الخامسه والسادسه والفقرات القطنيه الرابعه الخامسه والقطنيه الخامسه العجزيه الاولى. هلا في عنا نوعين من الألم، في ألم هو بنقول له الألم الالتهابي واللي هو سببه غالبا آلام المفاصل أو الأمراض المناعية، بيقول لك المريض فيه مكسر بدي شوي لحتى نص ساعة لحتى أقدر أتحرك، بس يتحرك بيرتاح. بينما الآلام الميكانيكية الطبيعة اللي ممكن عالم تسميها ديسك أو غير ديسك، وهذا التسمية هلأ منفوت بتفاصيلها شوي، هو ألم بفيق مرتاح المريض على الجهد وعلى الحركة، ممكن يزيد الألم وبيعمل مو بس ألم قطني وبينتشر سواء على الطرف العلوي أو السفلي. منفوت بتفاصيل شوي أكثر أنه مو كل ألم بالعمود مثل ما أنا شايفينه، يعني كل ألم بأسفل الظهر هو ديسك. أو دكتور بيجيك مريض بيقول لك دكتور معي أوكي شو يعني مو المنقار ما بيعمل وجع، نادرا المناقير هي رد فعل على الإجهاد تبع العمود الفقري ما بتعمل ألم. أو الانقراص هي عبارة عن مظهر شعاعي بيشوفه طبيب الأشعة أو الطبيب إنه مسافة الديسك بس فيها انخفاض أو انقراص، مو شرط كمان تكون مخباية وراها الديسك، قد تشير بالآخر الحكم هو صورة غالبا هو صورة الرنين المغناطيسي. تمام. طيب شو الأسباب هي المؤدية لهالمرض أو الأعراض كمان اللي ممكن تصيب الشخص المصاب به؟ هلأ الآلام بتبلش، هلأ نحكي على الألم قبل الأسباب أو الأعراض اللي بتصيب المريض. هو ألم موضع بالمنطقة خصوصا عند الجهد. هلأ ألم العمود الرقبي غالبا، هلأ مو كل ألم رقبي مثل ما أنه هو ديسك. هلأ الألم الرقبي وقت بتبلش تعطي انتشارات، يعني منقول انتشارات باتجاه الطرف العلوي الأيمن أو الأيسر أو الطرفين مع وجود الخدر والتنميل بشكل مستمر، فمعناها أنا بلشت أمام بداية منقول له فتق نواة لبية تبارز، إنه معناها في جزء من الديسك صار في بالغ انتباش وعم يضغط على العصب، فالمريض عم يعاني. لهون مقبول. وقت بصير الألم غير محمول ممكن المريض يجي يقول لك صل لي إيدي أو رجلي ريحني من الوجع. هاي نحن بنعرفها، معناها أنا صرت بمرحلة متقدمة، هون لابد من إني أعمل استقصاءات وممكن ما أوقف عند العلاج المحافظ، لابد إني ممكن حتى أضطر للتداخل جراحي. تماما. هلا الألم بتبلش، هلا كل ألم بس قطني هو ليس بالضرورة ديسك. هلا في بعض الحالات اللي بيكون في عندنا شيء بنقول له انزلاق فقرات او بنقول له في شيء خلقي، وحتى مو شرط شوي مثل ما تفضلتي في شيء له علاقه بالسن، بس يعني ممكن يجيك حدا عمره 18 سنه في شيء اسمه انحلال برزخ واللي ممكن يكون خلقي فهو مؤهب للانزلاق. الديسك اللي وحده هو بيعمل الم بينتشر للطرف اليمين او اليسار او اثنين ايا يكن، ممكن بمستويات اعلى حتى ياثر على ضبط البول والبراز وحتى على الوظيفه الجنسيه. كل ما عالي مستوى الديسك كل ما كان اخطر لانه بيضغط على كميه من الاعصاب النازله للاسفل اكثر. هلا غالبا اذا كان ديسك لحاله فهو الم مفرد باتجاه اليمين او اليسار او الطرفين دون الم، بيقول لك المريض اول شيء كان عندي وجع بظهري، دكتور راح الوجع كله تبع ظهري، صار الوجع ينزل على رجلي. على رجلي تماما. حسب بقى الفحص وشكوى المريض بتعرف انه غالبا اي ديسك موجود، ومنبلش اول شيء بالاستقصاءات واللي هي البسيطه الصوره البسيطه والفحص، الا بحالات شديده بيكون في عندي اعراض ضعف كثير مثلا، فانا امام حالي يعني ايمرجنسي كيس، فانا ممكن فورا بلش بصوره رنين واقول له انت غالبا تكون بحاجه لجراحه. نعم دكتور، يمكن اي حدا عنده ديسك بيطلبوا منه انه هو يتسطح ويريح، يمكن هذا العلاج الاول يلي بيطلبه كل دكتور من اي مريض انه ريح وتسطح وما تتعب حالك، بعد عن الرياضه، يمكن هذا الشيء كثير كمان خطا، ما تتحرك كثير، يعني في تفاصيل ما تحمل ثقيل، يعني في تفاصيل. خلينا نتعرف على صحيه هدول المواضيع، ويمكن شو هي المهام يلي لازم يعملها المريض او يعالج حاله بحاله من خلال حياته اليوميه. تمام. هلا دائما اي عمل مجهد، هلا ما فينا نقول هلا السباحه هي رياضه، بس هي رياضه مفيده ورفع الاثقال هي رياضه، بس اذا عندي الم فهي مزعجه، فالرياضه هي بتلعب دور. فدائما اول شيء بنركز على المشي والسباحه
اللي هن شيء جيد. هلا انت تسطح بالطريقه اللي بيناسبك، يعني هي تبع انه كل مين بينام على الجنب اللي بيريحه فعلا. اما انه هي تسطح، ولحد الان صرت يعني كذا مقابله بقول انه انا تسطح على شيء مثل الخشب او على الارض، هي معلومه غلط. وتسطح على ظهرك بالعكس مزعج، بالعكس هي الوضعيه الجنينيه باني اطوي ركبي اتجاه قريبه باتجاه الصدر هي اريح وضعيه، لانه بتمنع الديسك من انه يلامس العصب. فما في هي المعلومه ابدا، الكل بيمارسها ما بعرف ليش، هي معلومات قديمه هيك. فانه لا هذا الحكي منه مزبوط، نام على الجنب اللي بيريحك تماما يعني. وغالبا المريض بيقول لك دكتور كانك انت كنت معي، انه بيحني ظهره او ممكن وقت بينام يطوي رجليه ويحط حتى مخدي بين رجليه، اذا كانت رجله اليمين عم توجعه بينام على الجنب اليسار، فهو بيدور على الشيء اللي بيريحه لانه هو الموجوع. انت ما فيك تفرض عليه انه والله ينام والله وتسطح، هذا معلومات غلط كمان نحن بنمارسها وبنتداولها. انا بتمنى انه بس او معي التهاب عصب وركي، ما في شيء التهاب عصب وركي، هو ديسك. ليش لا يلتهب العصب الوركي او عرق النساء عرق الانسار؟ ما كان في صور رنين سابقا، فكان المريض ما يعرف شو يصير معه. غالبا الانثى بمرحله بالحمل او حتى بالعاده قبل البيريود الدوره الشهريه بيصير عندي احتقان بالحوض، فاذا عندي ديسك الاورده الدمويه بتتوسع، فاذا عندي ديسك ناعم وفي وريد حد وانتبج الوريد بمرحله الحمل بتقول لك صار عندي وجع على رجلي، بس درجه العاده انه نسميه عرق النساء او عرق الانسار. حتى في كمان لغط بين تكلس الفقرات وايضا يمكن الام الرقبه او الام اسفل الظهر مثل ما بيقولوا القطني عند الناس، يعني ما بيعرفوا يميزوا، ما بيعرفوا حتى انه يروحوا يسالوا فورا الطبيب المختص انه حتى يشخص لهم المرض. هلا هو نحن مشكلتنا انه في عندنا ثقافه طبيه، يعني ما بنعمل لها ابديت، ما بنقرا يعني بناخذ اي شيء معلومه اذا دكاترة. اذا فتحنا تماما اي سوري هو عالم ذره وهو وصيدلي وبياخذ ايه كمان ايه. فانه القصه انه تكلس الفقرات هو شيء بيصير بمرض اسمه التهاب الفقار اللاصق، بس ممكن نلاقي ترسب بعيد عن تماما تماما، بيعمل يبوسي صباحيه بتلاقي المريض متصلب ما في اصلا لا يعمل اي حركات انحناء للامام او للخلف، العمود الفقري بيصير فعلا مثل عمود الخيزران بيتشبع على الصور الشعاعيه البسيطه. هلا انه انك ما تحمل اوكي، نحن مشكلتنا بالحياه الغلط، يعني انه نحن ما بنلعب رياضه، ما بنقوي عضلاتنا، عضلات هي عباره عن كتله، انا دائما بشبهها للبيتون او الاسمنت اللي بتشيل البناء واللي هو الحديد واللي هو العمود الفقري، اذا العضلات ضعيفه بده يصير في ضغط على العمود الفقري وبنتعب. الوضعيات المعيبه اللي بنشتغلها قعدتكم قعدتنا، حتى في معلومه دائما بتجينا انه دكتور انا ما البس غير زحف، الزحف مؤذي هو الزحف كثير مؤذي انه لازم تلبس ولو كعب ولو بمقدار 2 سم فرق بين المشط والكعب، وكعب يكون طري، حتى الحذاء النعل الرسمي اللي بيلبس كثير غليظ بيأذي الظهر، يعني بصير يعني دائما هي اشبه من هو انت بكل خطوه بتخطيها عم تشيل وزنك وعم تنزل فيه على المساحه الصغيره واللي هي القدم. فانت وقت بيكون عندك مخمد الى او حذاء طري بمص الصدمه بينه، وقت بيكون حذاء كانك عم تدعس على الارض، فبصير نقل الصدمه على المفاصل على الورك وعلى الركبه وعلى الظهر، وهيك شوي شوي بتزيد القصه تدريجيا. اي حدا ممكن يعني مو كل مريض ديسك هو بحاجه لجراحه، المرضى اللي بيعتازوا الجراحه في طبعا هلا بنحكي شويه تفاصيل، بس 4-5 ملي معهم ديسكات بيعتاز جراحه. النقطة الثانية إذا بجيب 100 شخص وبحاول أعمل لهم صورة رنين مغناطيسي 90% معهم ديسك، بس مو يعني في مريض بتقول له عندك أعراض ديسك بتلاقيه بيكتئب إنه أنا معي ديسك، أوكي ما أنا لأني قلت لك صرت مكتئب، بس لا إنه عادي أنا معي ديسك، شو هالشغلة العظيمة؟ في ضريبة بتدفعها بالآخر لأنه جسدك بدك تستهلكه وأنت عم تشتغل وأنت عايش. صحيح. طب دكتور يمكن شو هي أول إجراءات يمكن بتقدمها للمريضين، يعني خلينا نفيد الناس أكثر إنه إذا حدا عم يوجع ظهره أو عنده آلام من الديسك كيف لازم مثلا بس يفيق من النوم يعمل حركة رياضية محددة، كيف لازم يهتم بحاله بالوقفة؟ يمكن قلت هلا ذكرت إنه يمكن الحذاء أو ذكرت كمان الرياضة كتير مهمة، لكن يمكن يعني للنساء وللرجال أيضا. تمام. هلا المريض الديسك غالبا هو مريض بيرتاح بالمشي، يعني بينما بيقول لك الوقفه الطويله والقعده الطويله بتاذيني لانه بيضل في ثباتيه للعمود الفقري فبيزيد الضغط، بينما انت بالمشي عم تناور مره عم يصير الحمل على الجانب الايمن ومره على الجانب الايسر. هلا ولا شيء، هلا نام على فرشه تكون مريحه، ما شرط تكون قاسيه كمان ولا تكون ديكرون بحس طري كثير، بالعكس كمان القاسي مزعج والطري كثير كمان. تحرك، القصة انك حاول وقت تشتغل، يعني بركز على ست البيت لا تشتغلي كل شغلك بالمطبخ وانت واقفة، ولا تقعدي على الارض، هي معلومات نحن قعدة الارض والتواليت العربي كتير تعيسين مزعجين بيأذوا المفاصل والعمود الفقري. تعلمي خلصتي الجلي نص ساعة تعلمي قعدي على طاولة وكرسي وظهرك جالس،
دائما حاول تحافظ على زاوية قائمة ما بين الفخذ والعمود الفقري، مشان في شيء اسمه العجز واللي هو عبارة عن صبة باطون بيتحمل بين وقت بحني ظهري للأمام أو للخلف، بصير الحمل على الفقرات الأخيرة وغالبا 90% من الديسكات بتصير فيها. بشغلك للستات كمان يخففوا وزن هاي لا موضة هاي تماما. وقصة استخدام الحياة الحديثة تبعي المضية فيها على الموبايل أو وسائل التواصل الاجتماعي، إنه دائما ارفع إيدك لعند وشك، لا تحاول تحني رقبتك للأمام، لأنه أي انحناء غلط بالعمود الرقبي لا العمود هو في شيء اسمه بيوميكانيك العمود، يعني ميكانيك العمود الفقري، بس حنيت للأمام بده يعوض العمود القطني فبيزيد الانحناء تحت. هلأ مع الأيام بصير في شيء اسمه ديسك وفتق نواة لبية، يمكن هذا الشيء لمصلحتنا نحن جراحين العصبية. يمكن هو نمط حياة دكتور كمان للعادة الصحية، هي لازم يعتاد المريض لحتى يمكن يخفف من الإصابة بهي الأمراض. خلينا نحكي شوي، إمتى يلجأ المريض للاستطباب الجراحي؟ يعني إمتى بتكون حالته كتير صعبة لا يلجأ للجراحة؟ تمام. هلأ غالبا الألم القطني هو ألم بيكون مزمن، بيقول لك المريض يعني ما بيجيك مريض، نادر ما يجيك مريض أنه والله فورا يكون بده جراحة، في حالات بس موجودة، وقد بيكون عندي ضعف من له في شيء مثل هبوط القدم، ضعف بالعطف الظهري للقدم، أو بيقول لك المريض أنا ما عم بحس برجلي، في خدر وتنميل عم بشلفها وأنا عم بمشي. في مرضى مثلا بيكون حتى نادر هو الدسكات العالية نتيجة سقوط أو يعني أو حادث، بيجي بأعراض حتى أنه خدر وتنميل، ومثل ما قلنا عدم قدرة على ضبط البول سواء في انفلات مسرات بولية أو أسر بولي ما في عم يبول، في أعراض بيجي منها. أما غالبا الألم الكلاسيكي والشائع هو اني انا عندي كان وجع بظهري صار له فتره دكتور، كان عندي شوي بعدين بلش ينزل على رجلي خدر وتنميل بتحمل كذا، هلا كتير شديد. فانا بساله المريض طيب انت بتعرف انه معك، طيب ليه جيت؟ هلا الوجع جربت اخذ ادويه، بيكون مريع على الصيدلي لحاله طبعا، الصيدلي يعطي دواء كمان مسكنات ايه، واخذ الاوفر تبع في ادويه خاصه لا 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 ابدا. هلا انت غالبا بتساعد الجسم لانه يستعيد عافيته، والا ما في الديسك هو عبارة عن شيء بيشبه يعني هو ميكانيك حلقة ليفية في بقلبها مادة اسمها النواة اللبية مثل الخردقة تماما، بصير في تمطط تمزق بالحلقة بتطلع بتضغط على العصب، انت غالبا بتخفف الفعالية الالتهابية اللي موجودة. يعني الدواء هو بس مو بس مسكن، احنا نستخدم النانسيد هو مضادات الالتهاب غير استرويدية، بالحالات الشديدة قد نلجأ للكورتيزونات نعطيها بالعضل مشان نشوف انه يا هل ترى هل الألم نتيجة الوزمة اللي صايرة، يعني مثل وقت أي حدا بينجرح بإيده أول يوم ما بتنتفخ إيده، ثاني يوم بتنتبش أكثر، بيقول لك المريض زاد الوجع، فمنعطي كورتيزون ومنريح المريض، منعطي راحة لحدود 3 أسابيع، إلا إذا بلشت الأعراض تزيد والمريض ما عم يتحسن فمنقول له راجعنا مباشرة. فمعناها عندي الضعف، الألم غير المحمول، عندي اضطراب المسرات طبعا. هلا هي عم يحكي على العمود القطني، العمود الرقبي له أعراض أخرى، ببلش بتلاقي الرجل أو الشخص عم يمشي مثل الرجل الآلي، إيديه بيصير في ضعف، وهذا بنقول له يعني علامات اعتلال نخاع رقبي، هذا سلال ما بيعمل ألم، بيعمل خدران وضعف بالإيدين، بتلاقي رجلي عم ينقل رجلي مثل الرجل الآلي متشنج، يعني الرقبي بيأثر على الإيدين لكان لكان وأيضا أسفل على الظهر بيأثر على الرجل تماما الرجلين. بس العمود الرقبي بيأثر على الكل لأنه هو عبارة عن شريط نخاع شوكي، بس أول شيء بيبدأ بالإيدين. ايه تماما تماما. هذا سؤال كأنه شخصي أنه أنت عم تسألي. لا أنا عم بسأل بلسان العالم اللي تماماً. عم تحس، لأنه في أمراض شائعة كتير وفي أعراض عم يعانوا منها مثلا المجتمع عم نسمعها، فنحن لما نسمع منك كمان كمختص فينا نجاوب يمكن كمان. تماما. أنه أنه مو كل الألم برجع بقول هو رقبي أو قطني موضح، هلأ في تشنج بصير نتيجة الإجهاد، هذا أمر طبيعي أو وضعية معيبة، أو أنا بيكون عندي عمل طويل جراحي فأنا عندي 3-4 ساعات وقفية، فأمر طبيعي أني اتضايق لي شوي، بس هذا ما بيخوف طبعا. بنرجع بنقول الرياضة التمادات نقطة، بس بدي أذكرها أنه أحيانا بصير عندنا تشنج عضلي بالعمود الرقبي أو القطني، نحن فورا نلجأ أنه فيك تعمل لي مساج، أنه هذا غلط، هذا غلط، مو غلط بالمرحلة الحادة من الإصابة أو التشنج ما بصير تعمله، ماكسيموم يعني ممكن تعمل كمادات مي سخنة لتدفي المنطقة تساعد التروية الدموية لأنها تزيد ليرتاح الجسم. يعني قبل اليوم الخامس غالبا حتى المعالجين الفيزيائيين بينصحوا أنه نحن ما نباشر، لأنه منطقة بالأساس متأزاي، فأني يروح مارس علي ضغط فأنا برتاح لي أول نص ساعة بس بعدين بيرجع الألم شديد. هو يمكن أكبر خطأ يعني بس كمادات سخنة أول فترة، يعني بتوقع من اليوم الخامس انه ببلشوا يعملوا معالجه فيزيائيه سواء تمارين منفعله او فاعله، بينما تحريك العضلي وهي متشنجه فهذا شيء سيء بالفتره الاولى.
نعم. طيب دكتور، خلينا شوي نحكي على الأنثى يلي بتحبال يلي بتجيب ولد، وكمان هذا الشيء ده بيأثر على العمود الفقري. قديش لازم تهتم بحالة لحتى يمكن ما يؤدي هذا الشيء لوصولها للجراحة أو يصير مع ديسك مزمن؟ هلأ مثل ما قلنا، هلأ هي التوصيات، هلأ الحمل هو حالة فيزيولوجية، يعني ما أنا كتير، ما الرجل كمان بيشتغل برا البيت كمان في عنده إجهاد تماما. هلا مين اكثر بيصاب، الرجل ولا الانثى بالديسك؟ هلا ما في عمليا، هلا ما في تقريبا متساوي تقريبا النسبه. هلا القصه وما فيها، بس انه انت يا هل ترى انت بتلعب رياضه؟ هلا عندنا شوي بالمجتمع احيانا يلي قصة الزواج المبكر من أنثى بعد 18 سنة لسه ما بلشت ما اشتغلت، ما نحن ما بنمارس رياضة سواء ذكور ولا إناث، ما عندنا هي ثقافة الرياضة أو المشي، هي كلها ما أنا موجودة عندنا. فبتلاقي إنه فهي على عمر صغير ومع قصة كثر الإنجاب، وأنت مع الإنجاب بيكون في حمل وبيكون في ولد صغير، بالإضافة للحياة اليومية واللي هي الحياة اليومية اللي نحن مارسها على الأرض، واللي هي غلط غلط قعدة الأرض دائما بأركد أكد عليها، والحمام العربي غلط لأنه بيأذي مفاصلك وظهرك. هنا دائما شبهه، أنت بكل لحظة عم تتحرك فيها، يعني أنت بتتخيلي كم مرة مثلا عمرك 30 سنة عم تشيل حالك من الأرض، مين عم يشيلك؟ ظهرك ومفاصلك. يعني بقول لهم شبه، أنت عم تحملي ولو 5 كيلو عم تشيليهم، بقول لهم إذا عم تطبخي على غاز أرضي أو غاز هذا أريح، فأنت عم تأذي حالك، لأنه مين عم يشيل جسمك؟ صحيح. إذا الرياضة، الحذاء المريح، واستشارة تمام. الطبيب عند الشعور بأي عارض حتى ما يعني الخدر والتنميل هو أول الأعراض بتبلش. نعم. أنا ممكن ينبهك لقصة. النقطة الثانية إنه المريض أحيانا بيفكر حاله إذا أخذ دواء تحسن، بيفكر حاله رجع إنه كأنه الأمور تمام. لا، أنت ممكن تنكس بأي لحظة. طبعا نحن عم نحكي هلأ بس عن طب، بس ما في حل. ها؟ ما في حل. لا، الحل انك لا، هلا هلا طريقه كيف بدك تحمل الاشياء، انك تحاول تنزل على ركبك مثل ما بينزل الرباع، ما تطخي للامام. هلا ونحن غالبا بمجتمعنا بنشوف شيء اسمه تضيق قناه شوكيه عند الكبار بالسن، بتلاقي المريض حاني ظهره للامام، هو او حتى الست اذا واقفه على المجلب بتسند ايدها لانه ما فيها تجلس ظهرها، بنلاقي شيء اسمه تضيق قناه شوكيه. فهذا هي قصه اكبر، بتلاقي المريض عنده ديسكين ثلاثه، فبقعد فوت مو بس بعمليه استئصال ديسك، عملية شيء اسمه تثبيت فقرات، تحرير نخاع شوكي، تحرير مخارج الجذور. مع هي الكلمات والنصائح دكتور تمام رزوق، أخصائي بمجال الأجراحة العصبية، بنشكر وجودك وكل النصائح اللي عطيتها للمشاهدين. شكرا لك. بشكر استضافتكم. ميرسي لك. شكرا كثير لك دكتور. وهلا رح ننتقل لجولتنا الثقافية. عفوا، بداية ثقافية لليوم من دمشق، حيث وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية مع الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية مذكرة تفاهم حول التعاون في البرامج الاجتماعية والإنسانية في سوريا من أجل تقديم الجمعية خدماتها إلى كافة شرائح الشعب السوري. تفاصيل أكثر من تبع مع زميلتنا هالة السعدي. اليوم وقعنا مذكرة تفاهم مع الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية، واللي هي تاريخ تأسيسها هي منظمة اجتماعية غير حكومية دولية مقرها بروسيا، وهذا جنسيتها روسية، فيعني هذا كمان بيوسع نطاق التعاون بين الجانب السوري والجانب الروسي الحليفين والشريكين الهامين، في يعني بإضافة لل مجالات الأخرى اللي هي ضمن إطار التعاون. اليوم وسعنا لحتى يكون التعاون تعاون اجتماعي يقدر يكون فيه له أيضا فائدة على المستوى الإنساني والإغاثي والاجتماعي بالمشاريع اللي ممكن أنها تستهدف خدمة الشعب السوري. طبعا الجمعية في عندها نشاطات سابقة ضمن سوريا، هلأ وجدت بمكتب أسس ضمن الجمهورية العربية السورية لحتى من خلاله تم متابعة النشاط. حتكون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي الشريك الأساسي كالحاضن لعمل المنظمة، وأيضا هي حتكون المسهل للعمل بأي علاقات تعاون أخرى للمنظمة مع جهات سورية أخرى. حيكون في عندهم مناحي عديدة من الخدمات اللي بيقدموها على مستوى التعليم، على مستوى المشاريع الاجتماعية، على مستوى أي احتياجات بتحددها الوزارة وبتحددها الأولويات الوطنية، وهن بيكونوا مستعدين أنهم يكونوا شريك عملي وفاعل فيها. وهذا الشيء اللي ترجمه
الورق اللي وقعناه اليوم، واللي إن شاء الله قريبا بنتمنى أنه يترجموا كمان العمل اللي بلشنا إحنا نشتغل على بعض المشاريع اللي نوضعها كأفكار ونعمل انطلاقة سريعة فيها إن شاء الله عملية. مذكرة التفاهم هي على صفة مذكرة التفاهم الإطارية اللي من خلالها نحن بنكون الميسرين لعمل المكتب بسوريا بكل نشاطاته، سواء مع وزارة الشؤون الاجتماعية كجهة ممكن تكون هي متلقي وشريك لخدماتهم، أو ممكن أنه تكون كمان هي المسهل لعملهم مع أو صلة الربط بينهم وبين الوزارات الأخرى، بحيث وقت بتكون المناحي العمل هي مناحي بتخص وزارات أخرى مثل التعليم مثل الصحة طبعا، والسكوب مفتوح لأنه هنين فعلا منظمة في عندهم مجالات واسعة من القدرة على التدخل ودائما ضمن الأولويات الوطنية وضمن الخطط اللي هي بتكون الوزارات وضعتها ضمن أهدافها العامة. الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية أو المنظمة الدولية منظمة من المنظمات النخبة في العالم، تسعى للحفاظ على التراث الإنساني، تسعى لدعم النشاطات العلمية اللي بناخذ من المدارس وغيرها إلى آخره، مع كمان مع النشاط الإغاثي الإنساني، منظمة تحوي النخبة من العلماء في كافة المجالات العلمية الاقتصادية السياسية الاجتماعية. الجمعية هي جمعية علمانية، لدينا أعضاء مسلمين من كافة الطوائف ومسيحيين من كافة الطوائف وحتى من الديانات الأخرى. تأكيدا على أهمية ودور كل كلمة تكتب في المنابر الإعلامية، وأيضا بأن الإعلاميين السوريين في الخندق الأول بمواجهة الحرب العدوانية التي تتعرض لها سوريا اليوم، عقدت الهيئة العامة لاتحاد الصحفيين مؤتمرها السنوي الأول، المؤتمر العام السادس لاتحاد الصحفيين في دار البعث بحضور الدكتور خلف المفتاح عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وعددا من أعضاء الاتحاد، التي يتمحور حول مقترحات وآليات العمل الإعلامي للارتقاء بالمستوى الإعلامي وتوصيف واقع المهنة الإعلامية. تفاصيل أكثر مع الزميلة لينا شيبون. طبعا المؤتمر الأول في هذا العام لفرع دمشق لاتحاد الصحفيين هو يشكل محطة هامة جدا، ليس فقط لأنه مؤتمر يجمع عدد من الصحفيين أصحاب المهنة وزملاء المهنة وغير ذلك على اختلاف مستوياتهم من متدربين لمشاركين لمحترفين وغير ذلك، بينما هو في الحقيقة الأهمية تنبع من أن اليوم الإعلام السوري بشكل عام هو تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة حقيقة، خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية. لأن هموم الصحفيين والصحافة هي كثيرة وهموم الإعلاميين أيضا كثيرة في هذه الفترة، سواء فيما يتعلق بالجانب المهني أو فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع الإعلامي، وهي أعتقد أنها كثيرة، سواء فيما يتعلق برؤى الإعلام المستقبلية وما الذي يريده الإعلام وكيف يجب أن يتعاطى مع التحديات القائمة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك بالتأكيد ككل فئات الشعب السوري الإعلام لديه همومه الخاصة التي تتناول الكثير من جوانب الحياة أو طبيعة المهنة أو المتاعب المهنة، وهي مهنة المتاعب كما تسمى. المجتمعات والمؤتمرات هي عبارة عن محطات لإطلاق لكشف واقع الحالي وإطلاق مجموعة من المقترحات لمجموعة من الأمنيات التي يرغبها الإعلاميون السوريون. كما تعلمون الحرب على سوريا في جزء كبير منها هي حرب بحقيقة كانت حرب إعلامية، لذلك نحن اليوم بحاجة إلى منظومة إعلام وطني قوية. هلا مشاهدينا حان الوقت لننتقل لغرفة الأخبار للإطلاع على آخر المستجدات على الساحة السياسية العربية والعالمية مع زميلنا بهاء خير. يسعد صباحك بهاء. يسعد صباحك زينب. موجز الأهم وآخر الأخبار بعد الفاصل.
عادت وحدات من الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إلى بلدة معرزاف بريف حما الشمالي، وقضت على العشرة من إرهابي جبهة النصرة بعضهم من الجنسية التركمانستانية. نتابع هذه المشاهد لعمليات الجيش في تلك المنطقة. وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري يقدم خلال جلسة المحادثات التي عقدها بجنيف مع رمزي عز الدين رمزي نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا مبادئ أساسية للبدء بشكل صحيح في أي حوار حول العملية الدستورية. وذكرت موفدة الإخبارية إلى جنيف أمس بين وفد الجمهورية العربية السورية ورمزي تطرقت إلى سلة الدستور، حيث قام الوفد بتقديم ورقة مبادئ أساسية للبدء بشكل صحيح في أي حوار حول العملية الدستورية، وتم تسليم الورقة لرمزي على أن يعرضها على الأطراف الأخرى لإقرارها. أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى حل للأزمة في سوريا. وأعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن شكري بحث مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا في الأردن تطورات الأوضاع في سوريا والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة فيها. قرر رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي إعادة النظر في سياسة حظر اقتحامات أعضاء الكنيسة للمسجد الأقصى المبارك، وذلك بناء على تطورات الوضع الأمني بعد شهر رمضان القادم. وذكرت القناة العبرية الثانية أن نتنياهو خضع لضغوطات اليمين وينوي السماح باستئناف اقتحامات أعضاء الكنيسة بعد 3 أشهر، ويأتي هذا القرار بعد حظر اقتحامات أعضاء الكنيسة للمسجد الأقصى منذ اندلاع انتفاضة القدس في شهر تشرين الأول من العام 2015. أعلنت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أن حوالي 40 دولة لن تشارك في المؤتمر الأممي بشأن حظر الأسلحة النووية، مشيرة إلى أن التخلي عنها أمر غير ممكن حاليا حسب تعبيرها. وأشارت هايلي في مؤتمر صحفي إلى أن هذه الدول تود أن يكون هناك منع عن الأسلحة النووية، ونحن نقف هنا ويحدون أمل في أننا سنخرج يوما ما ونقول بأننا لسنا بحاجة للأسلحة النووية، لكن في ظل الوضع القائم لا توجد لدينا للأسف إمكانية للقيام بذلك، وذلك حسب قولها. نهاية الموجز، والآن عودة للزميلات في استوديو صباح نغير. شكرا لك بهاء خير من غرفة الأخبار. تحت شعار رجعت أيام زمان، أقام اتحاد المصدرين السوريين حفله الأول ضمن فعاليات معرض سوريا مودة، وأحيا الحفل الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية بقيادة المايسترو عدنان فتح الله. لنحكي أكثر عن الحفل بسرنا أنه نستضيف المايسترو معنا بالاستديو. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. يسعد صباحك مايسترو. يعني مبارح حفل رجعت عن جد أيام زمان، اشتقنا لكل الناس يلي إجوا كانوا ضيوفنا مبارح، وأكيد الفرقة قدمت شيء مميز. خلينا نحكي عن حفل مبارح، عن البرنامج شو تضمن. حفل امبارح كان هو الاتحاد المصدرين السوريين على هامش معرض سوريا سوريا مود. طبعا بجوز يكون مثلا في شيء غريب يمكن بانه اقتصاد واقتصاديين وموسيقى. هو اول شيء بادره منه كثير كثير مهمه، انه في كان حوالي 500 او بين 500 او 700 رجل اعمال من جميع يمكن انحاء العالم العربي والعالم ككل. فأكيد حبوا أنه يزوروهم دار الأوبرا، يحضروهم حفل للفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية.
تضمن البرنامج اكيد اغاني من التراث السوري، حتى عملنا وصله من التراث العربي، كانت هديه للحضور اللي كانوا موجودين. كان في معنا مشاركه من عمار قتوت هو مغني وعضو نقابة فنانين، وبنفس الوقت هو صناعي سوري شاب وعضو باتحاد المصدرين السوريين. فكان للحفل حالة دمج، سواء كان من حيث الفكرة أو من حيث بناء خلينا نقول الشيء العملي أو الفني اللي قدمناه. عمار غنى أغنيتين، احكي لي عن بلدي، وقدم كمان مدرسة الحب اللي هي كلمات الشاعر نزار قباني ولحن قاسم الساهر. أكيد خلينا لكن نروح نشوف أجواء طبعا الاحتفال ورصدته زميلتنا ماتيلدا كربوج، بنشوفه بنرجع بنتابع الحديث. يعني زينب مثل ما شفنا أجواء من الحفل الرائع والمشاركة الرائعة، دائما صوت الموسيقى هو أعلى من صوت الحرب وأعلى من صوت أي شيء. مايسترو خلينا ننتقل من الحفلة اللي كانت مبارح ل 12 نيسان للحفل، هو حفل تكريم نزار قباني الشاعر الكبير. خلينا نحكي عن شو، كيف عم تحضروا، مين رح يكون معكم مشاركين، وشو رح يتم أداء بداخل الموسيقى. هلا الحفل هو رح يضم أكيد، طبعا هو بداية برعاية السيد وزير الثقافة أكيد الأستاذ محمد أحمد. كمان رح يكون في حفل فني مرافق له، معرض خط تشكيل لقصائد من تشكيلي من قصائد نزار قباني.
في شيء راح يصير بصري، هذا يعني شغلنا اكيد بالستيج، ما راح كثير احكي عنه مشان تحضروا الحفله. طيب بيكون هيك مفاجئ، لانه في شيء يمكن انطرحت هي الفكره بمسارح عالميه، بس يمكن لاول مره بنطرح هذا الشيء. راح نطرحه نحن بيوم نزار قباني، هو اشتراك عده فنون بهذا الحفل. راح نقدم خمس قصائد مغنات لنزار قباني، هن كلمات ايظن أصبح عندي الآن بندقية، موال دمشقي، وقارئة الفنجان. رح يكون معنا أكيد زملائي، أكيد خريجات المعهد العالي للموسيقى، ومنه أكيد طالب ريان جريرة قارئة الفنجان رح يقدم أكيد. ميس حرب رح تغني كلمات، ليندا بيطار رح تقدم موال دمشقي، هي من القصائد النادرة للسيدة فيروز واللي غنتهم هون كان على مسرح معرض دمشق الدولي، وهي قصيدة من قصائد الأستاذ نزار قباني. إضافة لأيظنه رح تقدم عبير البطل. شو نسينا شغلك؟ أصبح عندي الآن بندقية، هو عمل جمع أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ونزار نزار نزار قباني، هي بتقول كلمات أصبح عندي الآن بندقية إلى فلسطين خذوني معكم. فهذا كمان من الأعمال اللي رح تتقدم، رح تقدمها المدام سيلفي سليمان. لأول مرة رح يكون معنا ريان جريرة اللي هو موهبة كتير مميزة، راح يكون يقدم قراءة الفنجان، هذا العمل الشهير لعبد الحليم حافظ، راح يقدمه ريان جريرة بالحفل. فمتمنى ان شاء الله يكون حفل يعني عمل سوري بامتياز، راح يكون اكيد طبعا باصوات سورية مميزة ايضا. خلينا نحكي بعد 12 نيسان شو راح يكون عندنا كمان. بعد 12 نيسان الحفل القادم راح يكون ب 11 ايار، راح نكون محضرين في معنا سوليست كموسيقى آلية، ما حيضم الحفل شيء انه غناء، فقط موسيقى آلية. اكيد يعني بنطلعكم عليه هيك بال يعني بعد المفاجآت ان شاء الله. 12 اي نوعا ما لا راح يكون في شيء كمان يعني بخضم الشيء اللي عم تشتغل فيه الفرقة العربية، انه تجربة جديدة في مجال انه يعني زج آلي ما كان مثل ما عملنا مثلا بترومبيت. راح يكون بشهر ايار في آلة ما تعودنا عليها تكون مثلا ب ب ب خلينا نقول تشكيله الموسيقى الشرقيه، بس هي عم تعطي بتعزف موسيقى عربيه، ممكن تعطي لون جديد اكيد يعني يستخدم بتضيف شيء جديد اكيد طبعا. فهو هذا الطرح اللي راح نطرحه اكيد بشهر ايار ان شاء الله. نعم مايسترو، يمكن بالسنوات اللي مرقت وهلا عم تقوموا كل فتره بحفله وعم تكون مميزه اكثر من الثانيه، يمكن في سر موجود بالفرقه، في سر بقائد الفرقه، في سر بالمحبه، ما بعرف شو هو. كيف عم يعني خلينا نتعرف اكثر كيف هذا الابداع بينخلق، كيف تفاصيل حياتكم، كيف بتقدموا هي الحفل لحتى تعطوها حقه وزياده. هو ما في خلينا نقول ما في سر بمكان معين. يمكن يعني كل هذا نحن نوصل لحتى نطلع على المسرح نعمل حفله، فهو نتيجه كثير تراكمات، بدايه هي تراكمات علميه وتراكمات مثلا بخبره العزف وكذا، اضافه لتراكمات تراكم بموضوع الانسجام اللي عم يصير بين اعضاء الفرقه وقائد الاوركسترا، وحتى الماده اللي عم يقدمها العازف او عم يعزفها. طبعا هذا كلياته بيعطي هي النتيجه. كمان مو بالسهل الحصول عليه، يمكن بده كثير حفلات، كثير شغل، كثير بروفات لحتى توصلي لهي الحاله. بالنهايه هو نتاج عمل مشترك، بس يمكن في ساب اساسي يمكن او يعني يمكن مو بس الفرقة العربيه، اي مشروع موسيقي طالما في مشروع عم تشتغل عليه الفرقه، طالما مثلا ماشي ضمن اهداف معينه، ما هو مثلا فقط انه مثلا صعود الفرقه على المسرح بهدف انه هي تقدم بس حفل، لا، يكون في مشروع، في هدف من كل عمل عم ينطرح، كل عمل عم يتقدم. تمام، فهذا اكيد هو اللي عم يخلي الناس تلمس شيء جديد بالفرقه العربيه، تشوف مثلا وهنا عم يخلي الناس تطلب هي الفرقه او فرقه ثانيه. يمكن صار في عنا تمييز بين هي الفرقه شو بتقدم وهي الفرقه شو بتقدم، يعني وصلنا لهي المرحله بالنسبه للموضوع. طبعا اكيد
يعني هذا الشيء اللي عم تقدمه الفرقه العربيه يمكن مو بس هلا، خلينا نقول وقت ما اجيت مثلا كقائد للفرقه من 2013، هو شيء تجارب اكيد قدموها زملائنا واساتذتنا من 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 قبل، يمكن كل ما لهي التجربه عم تتطور لحتى عم تتبلور على هذا الشكل اللي نحن عم نشوفه. بس اكيد من ضمن اهداف الفرقه يمكن لليوم هو رفع ذائقة الجمهور اتجاه هذا النمط من الموسيقى، رفع الذائقة اتجاه انه مثلا مو بس نحن الاذن بس تعود تسمع لحن واحد كالاذن الشرقية عم بحكي، انه خلاص كل الالات بتعزف مثل بعضها، في مغني بيردوا على العازفين لوازم وكذا، لا نحن بلشنا نطلع من هي الالات الغربيه ما بتدخل الشرقية، الالات عليه لانه ليش بس هلا تجيبوا كذا تفوت على لا انه ابدا هي انه لا صار في تعدديه لحنيه. الناس اكيد عم تميز هذا الشيء اللي عم نكتب، هذا الشيء اللي عم نطرح، في شيء بعيد عن التقليد، وهو اكيد مطلوب، ويمكن مطلوب اكثر بالنسبه لشريحه الشباب، وانه نحن نجيبهم اكيد نسمعهم موسيقى عربيه علق فيها شيء من الحداثه، فهذا الشيء كثير 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 مهم. فان شاء الله نكون هيك، يمكن عودتنا دائما على كل شيء جديد بالفرقه الوطنيه السوريه للموسيقى العربيه، ودائما ناطرين انشطتكم، وهلا اخر نشاط رح يجي قريب يعني ب 12 نيسان، هو طبعا يمكن تكريم للشاعر نزار قباني باصوات سوريه، وان شاء الله بنستضيفك وبنعرف اكثر عنه. ان شاء الله ان شاء الله. بشكر وجودك معنا، والله يعطيكم العافيه. شكرا لك. شكرا كثير لك. شكرا كثير. صباحنا لليوم مشاهدينا وصل للختام اكيد مع الموسيقى يلي بقيت لغه السلام على مسارح سوريا، وبيبقى نذكر مشاهدينا بانه الاخباريه السوريه رح تبقى مكفيه معكم بتغطيتها لابرز الاحداث على الساحه السياسيه العربيه والعالميه، وتحيتنا الاخيره اكيد لارواح شهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا، واكيد الله يحمي ابطال الجيش العربي السوري بجميع الميادين. شكرا كثير لكم مشاهدينا، وشكرا لك يا زينب. شكرا لك ليا، واكيد بشكر كل المشاهدين اللي كانوا معنا ضمن حلقتنا لليوم. ما تنسوا تتابعونا كل يوم الصبح الساعة 9 الصبح على شاشة الإخبارية السورية، وإذا عندكم أي اقتراحات تراسلونا على مواضيع طبعا على صفحتنا الخاصة على الفيسبوك صباحنا غير. كل التحية لأبطالنا المرابطين على الجبهات حماة الديار، عليكم سلام، باي باي.